بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الرابع من سلسلة فيديوهات قاموس سيسكو. المصطلح 76 وهو الكور لاير أو الطبقة الأساسية، حيث قام سيسكو بعمل تصميم هرمي يتكون من 3 طبقات يتم فيها توزيع أجهزة سيسكو على هذه 3 طبقات. أول هذه الطبقات وأعلاها هي الكور سويتش الطبقة الأساسية، وهي تحتوي على الأجهزة عالية السرعة والمهمة في داخل الشبكة، حيث تحتوي على السيرفرات التي تقوم بتخزين كميات كبيرة من البيانات، وكذلك تحتوي على أجهزة الجدار الناري الفايروول والكور سويتشز وأجهزة الداتا سنتر بشكل عام، حيث تتعامل هذه الطبقة مع كمية كبيرة من البيانات، لذلك يجب أن تكون سرعة أجهزة هذه الطبقة عالية السرعة في عملية نقل البيانات. المصطلح 77 واللي هو الكوست، وهو يعني تكلفة المسار، وهي عملية حسابية تقوم بها بروتوكولات التوجيه في حال وجود أكثر من مسار يؤدي إلى نفس الديستنيشن نتورك أو الشبكة المرادة لإرسال إليها البيانات، حيث يقوم بروتوكول التوجيه بحساب هذه المسارات مثل سرعتها، عدد الراوترات في كل مسار، وأفضل مسار هو الذي يتم اختياره كمسار أساسي يربط فيما بين الشبكة أو السورس والديستنيشن. طبعا كل بروتوكول توجيه يملك طريقة خاصة فيه من خلالها يقوم بحساب الكوست. المصطلح 78 واللي هو الكاونت تو انفينيتي، العد إلى ما لا نهاية، وهي إحدى طرق منع دوران البيانات إلى ما لا نهاية في داخل الشبكة، حيث أن الراوتينج بروتوكولز التي تكون من النوع ديستنس المسافة مثل الريب، أقصى عدد راوترات يفصل فيما بين السورس والديستنيشن هو 15 راوتر. الراوتر رقم 16 هو الانفينيتي راوت، بحيث لو مرت البيانات على عدد 15 راوتر، فالراوتر رقم 15 إذا لم يكن يحتوي على ديستنيشن نتورك فإنه سوف يقوم بحذفها، وبالتالي نتجنب عملية دوران البيانات إلى ما نهاية. خلينا نضرب مثال عشان تكون الصورة واضحة. تخيلوا معانا عندنا مثلا نتورك موجودة في راوتر، وجميع الراوترات التي تعمل ببروتوكول الريب تعلم أن النتورك مثلا 10.0.0.0 موجودة في الراوتر رقم 5، وطبعا وخلينا نفترض أن الراوتر رقم 5 حصلت فيه مشكلة، انطفى عنه الكهرباء وأصبح لا يعمل في داخل الشبكة، وبالتالي النتورك رقم 10.0.0.0 سوف لن تكون موجودة في خلاص سوف لن تكون موجودة، لأن الراوتر التي كانت شبكة موجودة بداخله لم يعد يعمل. الآن بروتوكول الريب من مساوئه أنه بطيء في عملية التحديث، بحيث أنه هو بيتبادل الراوتينج تيبل كل نصف ما يعادل تقريبا كل نصف ساعة، كل 30 ثانية. بس المشكلة أنه من راوتر إلى راوتر تأخذ العملية 30 ثانية، وبالتالي هناك في مدة زمنية راح تستهلكها جميع الراوترات لكي تصل إلى المعلومة اللي بتقول إن الراوتر رقم 5 أصبح داون وإن الشبكة رقم 10.0.0.0 لم تعد موجودة. خلال هذه الفترة خلينا نفترض إن شبكة موجودة مثلا في أو جهاز موجود في الراوتر رقم 1 أراد أن يرسل بيانات إلى جهاز موجود في الشبكة رقم 10.0.0.0 الموجودة في داخل الراوتر رقم 5 واللي طبعا أصبح داون. عندها راح يتم إرسال البيانات إلى المسار المسجل بداخل الراوتر
اللي هو السورس، فراح تظل البيانات تمشي من راوتر إلى آخر حتى تصل إلى 10.0.0 واللي مش موجود، فكل راوتر راح يقوم بإرسالها إلى الراوتر الآخر وهكذا. وبهذه الطريقة لو استمرت العملية بهذه الطريقة فسوف يحصل أن هذه الباكت سوف تلف أو تدور في داخل الشبكة إلى ما لا نهاية. الحل أن الراوتر اللي راح يكون هو رقم 15 إذا لم اسمه إذا لم إذا إذا لم تكن الشبكة 10.0.0 موجودة فيه، عندها راح يقوم بحذف هذه الباكيتس لأنها تجاوزت عدد الباكيتس. وطبعا ال 10.0.0.0 راح تنحط لاحقا في داخل الراوتينج تيبل كانفينيتي نتورك، اي نتورك غير قابل الوصول اليها لوجود مشكله معينه. هذه كانت فكره الكاونت تو انفينيتي، وهذه الطريقه بتستخدمها بروتوكولات الديستنس اللي مثل الريب والاي اي جي ار بي لتجنب عمليه دوران البيانات الى ما لا نهايه في داخل الشبكه. المصطلح 79 واللي هو الكروس اوفر كيبل، احدى انواع الوسائط التي تربط بين الاجهزه في داخل الشبكه، هي كيابل الشبكه، واحدى انواعها هي الكيابل المجدوله التويستد بير كيبل، واحيانا يطلق عليها ايثرنت كيبل. ويحتوي الكيبل على 8 اسلاك، كل سلك بيملك لون، ومن خلال عمليه ترتيب الالوان بنحدد نوع الكيبل. ويعتبر الكروس اوفر كيبل هو نوع من انواع ترتيب الالوان، من خلاله يصبح لدينا كيبل من خلاله نربط الاجهزه المتشابهه ببعضها البعض في داخل الشبكه، مثل ربط جهاز سويتش مع سويتش، او جهاز كمبيوتر مع جهاز كمبيوتر اخر، او هب مع هب، او سويتش مع هب. وقتها ايضا ممكن نستخدم كيبل الكروس اوفر كيبل، هو زي ما قلنا هو تويستد بير كيبل، اللهم فقط ترتيب الالوان الذي يجعل منه كروس اوفر كيبل. المصطلح 80 واللي هو ال CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection، وهي آلية منع حصول تكرار تصادم البيانات في شبكات الإيثرنت، حيث من خلالها يقوم الجهاز بعمل فحص للكيبل بحيث يتأكد من أن الكيبل خالي من أي عملية إرسال للبيانات لجهاز آخر في الشبكة. إذا وجد أن الكيبل مشغول بنقل بيانات لجهاز آخر، عندها ينتظر مدة زمنية ومن ثم يعيد عملية فحص الكيبل. فإذا وجد أن الكيبل فارغ، عندها يقوم بإرسال البيانات. ومع ذلك قد يحدث تصادم للبيانات، وذلك أنه قد يقوم جهازين بفحص الكيبل في نفس الوقت ويجد أنه فارغ، وعندها كلاهما يرسلان البيانات على نفس الكيبل، مما يؤدي إلى حصول التصادم في داخل الكيبل. وعندها سوف تشعر كروت الشبكة بهذا التصادم، عندها سوف يقوم الـ CSMA/CD بتوزيع توقيت عشوائي لجميع الأجهزة في داخل الشبكة لترسل البيانات، وبذلك نتجنب حصول عملية التصادم مرة أخرى. تعتبر تقنية الـ CSMA/CD هي تابعة لتقنية الربط المحلي الإيثر نت. المصطلح 81 وهو الـ Cumulative Interface Delay، الديلي وهو احدى العناصر المكونة للاي اي جير بي مترك، ويوجد لدينا 5 عناصر والمستخدمة تلقائيا في الاي اي جير بي لحساب المترك لاختيار افضل مسار، هما عنصرين الديلي والباندوث، اي قياس سرعة المسار مع حساب مدة التأخير ومقارنة العنصرين مع جميع المسارات الاخرى المؤدية الى نفس الديستنيشن لاختيار افضل مسار. المصطلح 82 واللي هو Cut Through Frame Switching، في أجهزة السويتش يوجد لدينا 3 أنواع من الآليات في عملية نقل الإطارات اللي هي الفريمز التي يقوم بها جهاز السويتش. الآلية الأولى وهي Store and Forwarding Switching، وهذه الآلية بيقوم فيها السويتش باستلام الفريم لكي يقوم بإرسالها، فإنه أولا يقوم بتخزينها في داخل ذاكرة مؤقتة يطلق عليها البفر، ويقوم بعد ذلك
فحص الفريمز، فإذا تأكد السويتش من صحة وسلامة الفريمز عندها يقوم بإرسالها، أما إذا وجد فيها أخطاء عندها يقوم بحذفها. الآلية الثانية وهي الكات ثرو فريم سويتشينج، وفي هذه الآلية يقوم السويتش باستلام الفريمز ويقوم بإرسالها مباشرة إلى الديستنيشن ماك أدرس دون عمل أي فحص لها. الآلية الثالثة وهي الفراجمنت فري سويتشينج، حيث يقوم السويتش بتخزين أول 64 بايت، وذلك لأن غالبا ما يكون وجود الخطأ أو المشكلة في داخل الفريمز من أول 64 بايت. وهذه الطريقة والآلية هي فعليا المستخدمة في سويتشات سيسكو. إذن الكات ثرو فريم سويتشينج هي آلية من أصل ثلاث آليات ممكن السويتشات تتعامل معها في عملية إرسال الفريمز. المصطلح 83 واللي هو التاتا سيركيوت التاتا سيركيوت ترمينيشن اكويبمنت. يوجد لدينا مفهوم واللي هو الدي سي اي والدي تي اي، اللي هم هذول. عندنا مفهومين اللي هو الدي سي اي والدي تي اي، حيث عندما يتم ربط جهازين بكيبل السيريال عندها، او الكيبل المتسلسل اللي هو كيبل السيريال عندها، يجب تحديد جهاز ليعمل ك دي سي اي بحيث يكون هو المسؤول على عملية الكلوكينج، اي تحديد سرعة نقل البيانات، والجهاز الثاني سوف يكون دي تي اي، اي سوف يضبط نفسه على استقبال وارسال البيانات على السرعة التي يحددها الجهاز الدي سي اي. المصطلح 84 واللي هو التاتا انكابسوليشن وعملية تغليف البيانات. التاتا انكابسوليشن يعني تغليف البيانات، وهي عملية إضافة بيانات تتعلق بعملية الإرسال، حيث يتم مثلا إضافة عنوان المرسل والمرسل إليه. فمثلا في الـ OCI اللي هو Open System Interconnection صاحب السبع طبقات، ففي طبقة الـ Transport Layer يتم تقطيع البيانات وتغليفها في داخل Segments، حيث يتم فيها وضع هيدر أو المعلومات الخاصة بالـ TCP والـ UDP مثل الـ Source والـ Destination Port Number. وبعد ذلك في طبقة الـ Network بيتم تغليفها داخل Packets، ويتم وضع السورس والديستنيشن اي بي ادرس بالاضافه طبعا الى معلومات الاي بي هيدر. بعد ذلك يتم تغليف البيانات داخل فريمز، يتم وضع سور من اهم المعلومات التي يتم وضعها السورس والديستنيشن ماك ادرس. اذا في الاو سي اي بيتم تغليف البيانات على ثلاث مراحل او ثلاث مرات. لدينا مثلا في تقنيات الوان بيتم تغليف البيانات حسب نوع تقنية الوان. ففي الفريم ريلي بيتم تغليف البيانات بهيدر خاص بالفريم ريلي لكي تتمكن البيانات من المرور في داخل شبكة الفريم ريلي. في تقنية الـ ETM بيتم تغليف البيانات على شكل خلية سيل، وتحتوي على معلومات من خلالها تتمكن هذه الخلية من المرور من خلال شبكة الـ ETM، وهكذا مع باقي تقنية الوان أو الشبكات الواسعة. إذن فكرة تغليف البيانات هي عملية وضع بيانات إضافية لكي تتمكن البيانات من الوصول إلى الديستنيشن أو إلى الجهة المرسل إليها. المصطلح 85 واللي هو التاتا فريم، وهو عملية تغليف البيانات التي تتم داخل طبقة وصول البيانات اللي هي التاتا لينك لاير 2، حيث يتم وضع اللان تكنيكال هيدر مثل الايثرنت هيدر، واهم ما يحتوي عليه هو السورس والديستنيشن ماك ادرس. طبعا اذا كنا نستخدم تقنيه اخرى في شبكات اللام مثل التوكن رينج، وقتها راح يتم تغليف البيانات في داخل توكن، وهكذا حسب التقنيه المستخدمه في شبكات المحليه. التاتا لينك لاير اللي هو المصطلح 86، وهي الطبقة الثانية من طبقات الـ OCI Open System Interconnection
صاحب السبع طبقات، وهذه الطبقة تحتوي على تكنولوجيا الشبكات المحلية والشبكات الواسعة، ويتم تغليف البيانات بداخل فريم بوضع لاير تو هيدر، ونوع الفريم بيختلف حسب نوع بروتوكول المستخدم في الشبكات المحلية أو البروتوكول المستخدم في الشبكات الواسعة، حيث أن كل بروتوكول يضيف معلوماته الخاصة لكي يرسل البيانات من السورس إلى الديستنيشن، أو من الجهاز المرسل المرسل البيانات إلى الجهاز المرسل إليه. تنقسم التاتا لينك لاير إلى قسمين، القسم الأول اللي هو ال ال سي اختصار للوجيكال لينك كنترول، ويتم فيها تحويل البيانات من بيتس إلى بايتس ثم تحويلها إلى فريم وبالحجم المناسب للشبكة المحلية. القسم الثاني الماك، ويتم في هذه المرحلة وضع الماك ادرس الخاص بالجهاز المرسل والجهاز المرسل إليه، والتأكد من خلو الكيبل من البيانات قبل إرسال الفريمز. المصطلح 87 وهو الدي سي اي اختصار لتاتا كوميونيكيشنز اكويبمنت، وزي ما ذكرنا سابقا يوجد مبدأ عند ربط جهازين بكيبل السيريال وهو الدي سي اي والتي تي اي، بحيث يتم اعداد جهازين ليعمل الأول كدي سي اي حيث يكون المسؤول عن تحديث سرعة إرسال واستلام البيانات، وتسمى هذه العملية بكلوكينج، والجهاز الثاني يعمل كدي تي اي حيث سيبرمج نفسه على السرعة التي يحددها له الدي سي اي. المصطلح 88 واللي هو الدي انكابسوليشن عملية نزع التغليف، حيث عندما يتم إرسال البيانات يتم تغليفها قبل إرسالها، مثلا البيانات راح تكون بشكل طبيعي بي دي يو بروتوكول تاتا يونت، بعد كده لما توصل الترانسبورت لاير راح يتم تغليفها بسيجمنت، بعد كده راح يتم تغليفها داخل باكيت، بعد كده راح يتم تغليفها في فريمز، وبعد كده راح يتم تحويلها الى اشارات كهربائيه تمر من خلال الكيبل، وعند استلام البيانات بيتم نزع الغلاف، وهذا هو المقصود بعمليه دي انكابسوليشن، حيث تحدث عمليه عكسيه حيث يتم نزع الفريم وبعد كذا يتم نقلها الى النتورك، فيتم بعد ذلك نزع الباكيتس، بعد كذا يتم نقلها الى الترانسبورت فتقوم بنزع السيجمنت، بعد كذا بتنتقل في باقي الطبقات على شكل بي دي يو بروتوكول تاتا يونت كبيانات طبيعية بدون اي تغليف. المصطلح 89 واللي هو الديفولت راوت، حيث يتم تحديد المنفذ الذي من خلاله نستطيع الاتصال بأي شبكة بأي قناع غير موجود، طبعا قناع شبكة غير موجود ومسجل في داخل جدول التوجيه، وغالبا ما يتم استخدامها لتحديد منفذ الراوتر المتصل بالإنترنت، حيث عندما نقوم بوضع أمر الديفولت راوت فإننا بندل جميع الأجهزة الموجودة في النتورك على المنفذ الذي من خلاله تتمكن من أن تتصل بالإنترنت، وذلك يتم من خلال الأمر على مستوى الجلوبال مود، ونكتب الأمر اي بي راوت 00000 يعني أي نتورك 000 أي سب نت ماسك، عندها اذهب إلى المنفذ 10.001 والموجود على الراوتر. المصطلح 90 واللي هو الديلي التأخير، وهو مدة التأخير أي المدة الزمنية التي تستغرقها البيانات في أثناء إرسالها من السورس إلى الديستنيشن، وتعتبر المدة الزمنية للتأخير هي واحدة من العناصر التي يتم استخدامها من بعض بروتوكولات التوجيه للمقارنة والاختيار فيما بين أكثر من مسار يؤدي إلى نفس الديستنيشن. المصطلح 91 واللي هو الديزاينيتد بورت، عندما يكون لدينا مجموعة سويتشات في داخل الشبكة فيجب أن تكون كلها متصلة ببعضها البعض بكيبل أو لينك واحد، ووجود أكثر من كيبل واحد يربط فيما بين السويتشات سوف يؤدي إلى حدوث مشكلة وهي اللوبينج، دوران البيانات إلى ما لا نهاية، لذلك يجب أن يكون هناك لينك واحد يربط السويتشات ببعضها البعض، وفي حال وجود أكثر من لينك عندها تقوم سويتشات سيسكو بتفعيل بروتوكول الاس تي بي،
واللي هو من تطوير منظمة الـ IEEE، حيث يقوم الـ STB بانتخاب سويتش واحد في داخل الشبكة ليكون هو السويتش الرئيسي الـ Root Bridge، وتحديد مسار واحد رئيسي لربط السويتشات ببعضها البعض في داخل الشبكة، ويتم إغلاق المسار الثاني، وسوف يكون مغلق حتى إذا حصلت مشكلة في المسار الأساسي، عندها يتم فتح المسار المغلق، يعني المسار الثاني حيكون احتياطي. الروت بريدج جميع منافذه بتكون ديزاينيتد بورت، باقي السويتشات بتملك RB يعني روت بورت، وهو المنفذ الذي يؤدي إلى الروت بريدج، ومنفذ السويتش المتصل بسويتش آخر غير الروت بريدج يسمى بديزاينيتد بورت، وقد تملك منفذ مغلق بلوك بورت، وهذا بيكون لإغلاق المسار الإضافي لمنع عملية دوران البيانات إلى ما لا نهاية، والتي تعرف بلوبينج. المصطلح الثاني والتسعين واللي هو DR Designated Router، وهو الراوتر الذي يتم انتخابه ليعمل كرئيس على راوترات الـ OSPF في داخل الشبكة، والذي تشارك اريا نمبر واحدة، يعني في كل OSPF اريا نمبر بيتم اختيار وانتخاب DR، وعملية انتخاب واختيار الديزاينيتد راوتر بيمر من خلال مرحلة من 4 مراحل. المرحلة الاولى وهي اختيار راوتر الـ OSPF صاحب الاولوية الاعلى، والاولوية اللي هي البريوريتي بتكون تلقائيا في جميع راوترات الـ OSPF هي 1، ويجب أن نقوم بعمل إعدادات لتغيير الـ OSPF Priority، فممكن أن نعطي مثلا راوتر معين قيمة للـ Priority بتساوي 2، وباقي الراوترات على قيمة الـ Default اللي هي 1. عندها سوف يتم اختيار الراوتر صاحب الأولوية 2 كDR أو Designated Router، وأي OSPF راوتر لو جعلنا قيمة الأولوية هي 0 فسوف لن يدخل الراوتر في عملية انتخاب الـ DR. إذا كانت جميع الراوترات متساوية في قيمة الأولوية، عندها يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي أنه سوف يتم اختيار الراوتر صاحب أعلى Route ID، وهي عبارة عن IP address يتم وضعه للـ OSPF راوتر ليعرف فيه عن نفسه لباقي راوترات الـ OSPF. إذا لم نقم بإعداد ووضع الراوت اي دي على الـ OSPF Routers عندها يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي اختيار الراوتر صاحب أعلى قيمة للـ IP Address، وطبعا أعلى قيمة للـ IP Address الموجود في داخل Loop Back Interface، والـ Loop Back Interface هي عبارة عن منفذ أو هو عبارة عن منفذ وهمي في الراوتر نضع له IP address، مما يفيدنا في بعض العمليات التي تتم في داخل الراوتر، منها اختيار الـ OSPF Designated Router. إذا لم نقم بإعداد الراوت ID على الـ OSPF Routers عندها يتم الانتقال إلى المرحلة الرابعة، وهي اختيار الراوتر صاحب أعلى قيمة IP address للـ Physical Up Interface، يعني اختيار صاحب أعلى IP address كقيمة في المنفذ الفيزيكال، المنفذ الموجود فعليا والمتصل مع شبكة الـ OSPF، ويجي طبعا أن يكون شغال وأب. طيب عندما يتم اختيار الـ Designated Router، طبعا زي ما قلنا هذه تعتبر آخر مرحلة يتم فيها اختيار الـ Designated Router، عندما يتم اختيار الـ Designated Router في الـ OSPF Network فسوف تكون مهمته هو إرسال الـ Routing Update لكل الراوترات في داخل الـ OSPF Network Area، وكذلك استلام أي تغيير يحصل لراوتر من راوترات الـ OSPF وإعادة نشرها على شكل Routing Table لباقي راوترات الـ OSPF Network. والفائدة من اختيار الـ Designated Router ووجوده في داخل النتورك او في داخل الـ OSPF area هو منع عملية دوران البيانات الى ما لا نهاية اي اللوبينج، بالاضافة الى تقليل حجم نقل البيانات في داخل شبكة الـ OSPF. طبعا بيتم بعد اختيار الـ Designated Router بيتم اختيار PDR Backup Designated Router، وهو نائب الرئيس ويعمل في حالة سقوط
الديزاينيتد راوتر. المصطلح 93 وهو مصطلح الديستنيشن ادرس، عنوان المرسل اليه، وهو عنوان الجهاز او الشبكة التي سوف يتم ارسال واستقبال الباكيت لها. ممكن يكون كماك ادرس، ممكن يكون اي بي ادرس الى اخره. المهم ان مصطلح ديستنيشن ادرس هو عنوان الجهاز المرسل اليه. المصطلح 94 واللي هو DHCP، وهو اختصار لـ Dynamic Host Configuration Protocol. يوجد لدينا في الشبكة نوعين من العنونة لكل جهاز من أجهزة الشبكة، وهذول النوعين من العنونة هما الماك أدرس والآي بي أدرس. الماك أدرس هو ثابت على كرت الشبكة ولا علاقة لمهندس الشبكة به، أما الـ IP address فيتم وضعه حسب تصميم مهندس الشبكة. فمثلا لو تم تحديد أن عنوان الشبكة هو 10.0.0 والديفولت gateway يعني عنوان الراوتر هو 10.0.1، طيب هذا هو تصميم الـ IP address للشبكة. لنفترض أن لدينا في الشبكة عدد 100 جهاز مثلا، فسوف تكون عملية العنونة ووضع اي بي ادرس لكل جهاز من 100 جهاز سوف تكون عملية متعبة لمهندس الشبكة، وممكن تحصل اخطاء في العنونة بسبب عدد الاجهزة الكبير. لذلك تم ايجاد حل لهذه المشكلة وهو عن طريق بروتوكول الدي اتش سي بي، حيث يتم وضع وتعيين سيرفر ليعمل كدي اتش سي بي سيرفر، حيث سوف تكون وظيفته توزيع إعدادات الـ DHCP، وهي تنقسم إلى نوعين من أنواع إعدادات الـ DHCP وهما: النوع الأول الإعدادات الإجبارية وهي الـ IP address والـ subnet mask للـ IP address، وطبعا يتم توزيعها لكل جهاز من أجهزة الشبكة. النوع الثاني وهو الإعدادات الإختيارية والمتمثلة في عنوانة الـ DNS server، الـ default router، الـ WAN server إلى آخره. نستطيع جعل راوتر سيسكو يعمل كدي اس سي بي سيرفر ويوزع العناوين وكذلك الدي اس سي بي كونفيجريشن على اجهزه الشبكه، ويعتبر الدي اس سي بي هو التطوير الذي حصل لبروتوكول البوتاب. المصطلح 95 وهو الدايركتد برودكاست، البث الموجه، وهو أن يقوم جهاز بإرسال بيانات كبرودكاست لشبكة معينة بما تحتويه من أجهزة، مثال 192.16.1.255. بهذا العنوان سوف يتم إرسال برودكاست لجميع الأجهزة الموجودة في داخل شبكة 172.16.1.0 دونا عن باقي الشبكات الأخرى. المصطلح 96 واللي هو Distance Vector Protocols، البروتوكولات المتعددة أو عفوا البروتوكولات المعتمدة على المسافة، وهي تقوم باختيار وتحديد أفضل مسار من عدد من أو من أصل عدد من المسارات المؤدية لنفس الديستنيشن، حيث يتم حساب عدد الراوترات في كل مسار، والمسار صاحب عدد الراوترات التي تفصل فيما بين السورس والديستنيشن الأقل هو الذي سوف يتم اختياره كأفضل مسار، ويطلق على كل راوتر موجود في المسار هوب يعني قفزة، يعني كل راوتر بيكون موجود في المسار بيعتبر قفزة تؤدي إلى الجهاز أو الراوتر الذي يحتوي على الشبكة المرسل إليها. المصطلح 97 واللي هو Distance Vector Routing Algorithm، خوارزمية التوجيه، وحيث فكرتها هي الاعتماد على المسافة، حيث أن البروتوكولات التي تعمل بهذه الخوارزمية تقوم بإيجاد أفضل مسار يؤدي إلى الديستنيشن بناء على صاحب أقل عدد أو صاحب أقل عدد راوترات يفصل بينه وبين الديستنيشن. كذلك يقوم البروتوكول الذي يعمل بهذه الخوارزمية بجعل كل راوتر يرسل كامل جدول التوجيه لجاره كل مدة زمنية بانتظام، سواء كان هناك تحديث أو لم يكن.
يعني حتى لو لم يكن هناك أي تحديث أو شيء جديد في داخل الشبكة فسوف يتم إرسال بروتوكول الجدول. أشهر بروتوكول أو تقريبا البروتوكول الذي يعمل بحذافير الديستنس فيكتور راوتينج الجوريثم هو بروتوكول الريب. طبعا يحتوي بروتوكول طبعا الريب، نرجع بس عفوا نرجع للمصطلح 97. كذلك تحتوي الديستنس فيكتور راوتينج الجوريثم على مجموعة من التقنيات التي تمنع عملية دوران البيانات إلى ما لا نهاية، وأهمها هو النتورك انفينيتي أو الأكاونت انفينيتي اللي تكلمنا عنها في هذا الفيديو، واللي هي تحديد عدد أقصى للراوترات التي ممكن أن تمر بها البيانات حتى تصل إلى الديستنيشن. فأقصى عدد مثلا هو 15، إذا جاوزتها فسوف يتم حذف هذه الباكتس. المصطلح 98 واللي هو الديستريبيوشن لاير، طبقة التوزيع. قامت سيسكو بتصميم نموذج هرمي بيحتوي على 3 طبقات، حيث يتم توزيع أجهزة سيسكو على هذه الطبقات الثلاثة، وكل طبقة لها خصائصها والتي من خلال تواجد جهاز سيسكو بداخلها نتمكن من تحديد وظيفة وخصائص الجهاز. وهذه الطبقات هي الطبقة الأساسية الكور لاير، طبقة التوزيع الديستريبيوشن لاير، وطبقة الوصول الأكسس لاير. طبقة التوزيع وهي تحتوي على الأجهزة التي تربط فيما بين طبقة الوصول واللي بتحتوي على الأجهزة التي يستخدمها ويتعامل معها المستخدم للشبكة مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات والآي بي فونز والأكسس بوينز والسويتشات التي تربط أجهزة المستخدمين ببعضها البعض، وبين طبقة الكور لاير والتي تحتوي على السيرفرات التي تخزن بيانات بأحجام كبيرة جدا وأجهزة نقل البيانات بسرعات عالية جدا. المصطلح 99 واللي هو DNS، وهو اختصار لدومين نيم سيستم. أي جهاز في الشبكة أو موقع في الإنترنت يملك اسم خاص به، وذلك لأن حفظ الأسماء أسهل من حفظ الآي بي أدريسز للأجهزة في داخل الشبكة. والآي بي أدريسز أو عناوين الإنترنت طبعا لما نيجي نسميها بتكون عملية التسمية أسهل لمستخدمي الشبكة ومسؤولي الشبكة، بحيث أنهم يتعرفون على المواقع والأجهزة في داخل الشبكة. ولكن عملية أن احنا نحفظها كآي بي أدرس راح تكون عملية صعبة، أن احنا نحفظ كل آي بي أدرس خاص بكل جهاز. ولكن عملية الاتصال بالأجهزة وبالمواقع لا تتم عن طريق الاسم، وإنما تتم عن طريق الآي بي أدرس. هنا نحتاج إلى بروتوكول وسيط يقوم بتحويل اسم الجهاز أو موقع الإنترنت لما يقابله من آي بي أدرس خاص به، والعكس تحويل الآي بي أدرس لما يقابله من اسم الجهاز أو موقع الإنترنت. هنا ظهر لنا بروتوكول DNS والذي يقوم بهذه الوظيفة، وتفعيل بروتوكول DNS داخل سيرفر عندها سوف يطلق على هذا السيرفر DNS سيرفر. المصطلح 100 والأخير في هذا الفيديو وهو الدوال، اختصار ل Diffusing Update Algorithm. فكرته أو هي عبارة عن خوارزمية بتستخدمها بعض بروتوكولات التوجيه، وفكرتها الاعتماد أو بروتوكولات التوجيه اللي هي الخاصة بسيسكو، وفكرتها الاعتماد على أكثر من عنصر لتحديد أفضل مسار يؤدي إلى الديستنيشن. وطبعا أكثر من عنصر يتم مقارنتها مع أكثر من مسار يؤدي إلى نفس الديستنيشن، وتعتبر هذه الخوارزمية هي الخوارزمية الوحيدة التي تجعل بروتوكول التوجيه الذي يعمل بهذه الخوارزمية أن يصبح لديه مسارين لنفس الديستنيشن، مسار أساسي ومسار احتياطي. في حال حصول مشكلة للمسار الأساسي عندما يتم استخدام المسار الاحتياطي. طبعا نستطيع أن نتعرف على هذه الخوارزمية بشكل أكبر في حالة أن احنا درسنا بروتوكول الـ EIGRP الخاص بسيسكو والذي يعتمد في عمله على خوارزمية الدوال. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، سائلنا الله سبحانه وتعالى
أن يكون هذا الفيديو قد نال على إعجابكم واستحسانكم. وفي الختام نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.